شو رأيكم اليوم أحكي لكم شوي عن فصائل الدم؟ هلأ عارفين إنه إحنا بنعمل فصائل الدم بنسميهم A, A, B, B, O وهكذا، وبنعطيهم إشي اسمه Plus and Minus. نفهم ليش هذا الكلام. هلأ كل خلية دم حمراء موجودة في أجسامنا بالشكل هذا بيكون عليها إما محدد الـ A أو إشي اسمه B المحدد، أو المحددين التنين بيكونوا موجودين في هاي الحالة اللي هي AB، أو ما بيكون عليها أي إشي وفي هاي الحالة بنسميها O. هلأ الفرق بين الإيجابي، فصيلة الدم الإيجابية اللي هي A plus مثلا أو B plus أو A minus و B minus، هي محدد تاني موجود على كرية الدم الحمراء اسمه D. إذا وجد بيعطينا إنه هاي عليها الإيجابي. إذن الدي هي عبارة عن المعامل الإيجابي. في المختبر راح أفرجكم أنا اليوم كيف لما بنفحص إذا لقينا إنه الفصيلة الدم المحدد A موجود والدي موجود بنسميها A plus، إذا ما كان موجود بنسميها A minus وهكذا. هلأ شو الفكرة في موضوع نقل الدم؟ ليش في فصائل بتقدر تعطي فصائل؟ تذكروا انه هاي خلايا الدم موجودة في جسم البني آدم. مع خلايا الدم في مصل الدم وفي اشي اسمه الأجسام المضادة او الانتيباديز. ايش اللي بيحصل؟ لما بكون الشخص ما عنده محدد الـ A والـ B بيكون عنده مضاد او ما يعرف باسم الانتي A والانتي B، يعني جسم مضاد. اذا كان ما عنده الـ D يعني كانت فصيلة الدم O نيجاتيف بيكون كمان عنده مضاد الانتي دي. فايش اللي بيحصل؟ اذا هذا المستقبل اللي هو محتاج انه ياخذ الدم وجينا احنا اعطيناه فصيله دم اي بي، هو عنده اوريدي المضادين تاعونها او الثلاث مضادات فبقوم بكسره. اذا جينا اعطيناه البي فهو موجود عنده المضاد تاعه فبقوم بكسر الخلايا وبيموت، ونفس الشيء اذا اعطيناه الاي فهو موجود عنده المضاد تاعه فما بيستفيد منه. عشان هيك فصيلة دم O نيجاتيف الفصيلة الوحيدة في العالم اللي ما بتاخد إلا من نفسها. ليه؟ لأنه ما بيصير أنا أعطي أي شيء في يعني جسمه يتفاعل معها. بالمقابل فصيلة A B ما عنده أكيد هذا الشخص لوحده، ما عنده لا المضاد تاع الـ A ولا المضاد تاع الـ B، وإذا كانت فصيلة دمه نيجاتيف بكون فقط عنده الأنتي دي. إذا ما كانت فصيلة دمه نيجاتيف يعني بوزيتيف بكون ما عنده أجسام مضادة أبدا. عشان هيك ممكن لو أنا أعطيته من أي زمرة دم ثانية ياخد منها، ما بحاربها. ليه؟ لأنه ما في الأجسام المضادة اللي تكلمنا عنها. هلأ في حال عدم وجود الدي، يعني لو كانت فصيلته AB minus بيكون معناها هو عنده محدد الانتي دي، فبياخد من كل الفصائل السلبية فقط، ما بصير اعطيه فصيلة ايجابية. عشان هيك AB plus يعتبر الفصيلة الوحيدة في العالم اللي بتاخد من كل الفصائل. طماعين الناس هاي ما بتوفر. البي ايش بده يكون عندنا؟ يلا احكوا لي في دم المريض اذا هو بي بده يكون عنده الانتي للاي في دمه، واذا كان هو عبارة عن بي بلس ما رح يكون عنده الانتي دي، اذا كان دي بي سلبي رح يكون عنده كمان محدد او مضاد للانتي دي. هلأ البي بلس بيقدر ياخد من الاي؟ لا ما بيقدر. ليه؟ لأنه إذا أعطيناه الـ A رح يقتله. بيقدر ياخد من الـ AB؟ لا. ليه؟ لأنه رح يقتله، فبياخد من فصائل دم الـ O. إن شاء الله أنها تكون الفكرة واضحة. أنا حفرجيكم كيف إحنا بنقدر نكشف عن زمرة الدم في المختبر بطريقة عملية. طيب عشان نفرجيكم عينات الدم احنا كيف بنشتغلها لفصيلة الدم. هذولا الأجسام المضادة الشبيهة اللي موجودة واللي تكلمنا عنها، اللي هي هذا للA هذا للبي، وهذا اللي بيحدد لنا إذا العينة إيجابية ولا سلبية. كل اللي بيحصل هو التالي، ناخد عينة الدم بنحط نقطة نقطة ونقطة
بالاي هذا عبارة عن الأجسام المضادة، وبناخد تاع البي وبناخد تاع البي ليعطينا هي إيجابي ولا سلبي. هلا شو بنسوي؟ بنخلطهم مع بعض زي ما اتفقنا. إذا الجسم المضاد حصل المحدد رح يخليه يتخثر، شايفين الدم كيف تخثر؟ خلينا نعملكم فوكس. هذا دليل على وجود جسم مضاد ضد الاي، اذا هاي فصيلة الدم اي المريض. نشوف البي، البي ما فيها اي تخثر فمعناها البي سلبي. وبنشوف المحدد دي زي ما انتم شايفين تخثر الدم. زي هيك حالة هذا المريض فصيلة دمه بتكون، شو رأيكم؟ A plus. ليه؟ هذا تخثر، هذا تخثر، هذا ما تخثر. Ooh.